السلام عليكم. في هذه الحلقة سنتكلم عن تاريخ ولادة عيسى المسيح، وسوف نبرهن بالأدلة العلمية والنقلية والعقلية بأن عيسى المسيح ولد قبل يسوع المسيح بحوالي 3 قرون أو 300 سنة. قد تكلمنا في الحلقات الماضية عن أن عيسى المسيح عليه السلام غير يسوع المسيح، وعيسى المسيح كان نبي عربي دعا إلى الإسلام وولد قبل يسوع المسيح بحوالي 300 سنة. فعيسى النبي العربي تكلم لغة عربية بلهجة أرامية. مثلا قال للصبية الكنعانية المريضة التي أحضروها إليه: قومي يا طليطتي. قومي كلمة عربية، يا كلمة عربية، طليطتي من طلي، كذلك الأمر كلمة عربية، وهذا موجود قوم يا طليطتي في هذا الكتاب للكاتب الكورسيكي الفرنسي بيير روسي، الذي سمى هذا الكتاب Histoire vraie des Arabes، التاريخ الصحيح للعرب، لأن للأسف الشديد تاريخ العرب محرف ومزور، التاريخ القديم والتاريخ كذلك الأمر الحديث. أعرض هذه الصورة. هنا نرى طلي، طلي جمع طليان، وطلي معناه الصغير من الغنم أو الصغير من الذئاب أو الصغير من البشر، وكلمة طلي ما زالت تستعمل إلى الآن في الخليج العربي أو حتى في سوريا، وكذلك الأمر هذا يكون شعار الإمبراطورية الرومانية. طلي جمع طليان، إن وضعنا ال قبل الكلمة نحصل على little في اللغة الإنجليزية. وروميلوس هذه الفترة كان المشرق العربي تحت الاحتلال والاستعمار الاستدمار الروماني، وكذلك كتب تاريخ تلك المنطقة، منطقة المشرق العربي، بأمر من الأباطرة الرومان، وحرف بدءا من سن 70 ميلادية. فنحن لا نعتمد على تلك المعلومات لتلك الفترة، لأننا نعلم بأنها كلها محرفة ومزيفة. الآن دعوني أقول بأن هذه الحلقة هي بيت القصيد ولب الموضوع، لأننا قد عملنا حلقات كثيرة من أجل أن نصل إلى هذه الحلقة بالتحديد، لأنها حلقة جدا 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 مهمة، لأنها تبرهن بالدليل العلمي والنقلي والعقلي بأن عيسى المسيح أولا غير يسوع المسيح، وإن عيسى المسيح ولد قبل يسوع المسيح بحوالي 3 قرون أو 300 سنة. لهذا يقول المؤرخون أن هذا الدين الجديد هو صناعة رومانية بامتياز، تحديدا وضع من قبل العائلة الرومانية فلافيان، ومن قبل الإمبراطور فاسبيزيان وولده تايتس بالتحديد. وهذا الكتاب يشرح ويفسر ويبين لنا ما قلته بتفصيل ووضوح تام. وعنوان هذا الكتاب كما نرى هنا، أي عنوان هذا الكتاب، هو المؤامرة الرومانية لصناعة أو اختراع شخصية يسوع المسيح لجوزيف أتويل، ويتكلم عن فترة 70 ميلادية، حيث حرف وزور المستعمر الروماني تاريخ المشرق العربي، لا سيما تاريخ فلسطين ويسوع المسيح. وهذا بيت القصيد، لأنه في تلك المرحلة بدءا من 70 ميلادية فقد حرف المحتل المستعمر الروماني تاريخ المنطقة العربية كليا، وكتب التاريخ المزور المحرف لتلك المنطقة من أول وجديد وحسب نواياه الاستعمارية، وكذلك الأمر نواياه الشيطانية للمنطقة العربية. فكل المعلومات التي لدينا اليوم والتي تدرس في المدارس والمناهج التربوية والجامعات ومؤسسات الأكاديمية
كل هذه المعلومات عن تلك الفترة مزورة لأنها من فبركة المستعمر ونحن لا نعتمد عليها أبدا، خصوصا فيما يتعلق بيسوع المسيح. يقول المؤرخون: فعائلة فلافيان صنعت هذا الدين الجديد من أجل القضاء على الثورات العربية في فلسطين وإسكندرية تحديدا. لنشاهد معا هذا الفيديو ثم نعود. This is really important for our culture to understand where Christianity came from, and this is direct evidence. You can actually walk this path and come to this conclusion. You can know that Christianity was an invention of the Romans. It was done to pacify their subjects. And this is important because it gives us a different way of understanding government, how government operates, the tools that government uses, the purpose that government has for the various propaganda apparatus. I think it's a requirement of alert citizens to know how the Gospels were written, why they were written, who produced them, what was the purpose and back of all this. This is good citizenry. Everyone should be involved in this. Everyone should be looking at this, reading it, and coming and recognizing that this was where the Gospels originated. The Gospels came from the Flavian imperial court. قد تكلمنا في الحلقات الماضية عن أن عيسى المسيح عليه السلام غير يسوع المسيح، وعيسى المسيح كان نبي عربي دعا إلى الإسلام وولد قبل يسوع المسيح بحوالي 300 سنة. تحديدا ولد عيسى المسيح في سنة 272 قبل الميلاد، ونحن أول من اكتشفنا هذا الغموض الذي غيب عن الشعب العربي خلال أكثر من 2300 سنة. كذلك فقد ولد عيسى المسيح في نجران جنوب المملكة العربية السعودية، مكان الولادة. مكان ولادة عيسى المسيح النبي العربي الذي دعا إلى الإسلام هو في الحقيقة كان في نجران جنوب المملكة العربية السعودية، مدينة نجران. وذكر المؤرخون ومنهم عبد المنعم اليماني الحميري في كتابه الروض المعطار في أخبار الأقطار صفحة 573، وهذه نسخة عن هنا، يقول فيه بأن وكان أصل دين النصارى في نجران، يقول وكان أصل دين النصارى في نجران، وهو طبعا يتكلم عن عيسى المسيح وليس عن يسوع المسيح. كذلك الأمر يقول وهب ابن منبه اليماني في كتابه المشهور جدا التيجان لملوك حمير صفحة 180: وكان عيسى على علاقة بأعيان مكة المكرمة. ولم لنعيد وكان عيسى على علاقة بأعيان مكة. كذلك يقول يوسيفس وهو المؤرخ الروماني المعروف المشهور والذي كتب تاريخ المنطقة فلسطين بأمر من الإمبراطور تايتس بدءا من القرن 70 ميلادي، يقول أن الزهاد والرهبان كانوا يعيشون قبل المسيح بقرن. عيشة الرهبان المتعبدين المتمسكين بشدة بالشريعة المكتوبة وغير المكتوبة، يزرعون الأرض في واحد أنجادي في وسط صحراء غرب البحر الميت. نحن نعلم لا يوجد لا صحراء ولا يوجد نجد غرب البحر الميت، يوجد فقط نجد في السعودية. لنشاهد معا هذا الفيديو ثم نعود. You are not following Jesus, you're following Paul. Paul, Paul. He is the real founder of Christianity. Paul, not Jesus. Therefore your great countryman, Michael H. Hart, he wrote a book on the top 100, the greatest 100 in history.
the most influential 100 people from Adam to current time. And he gives us a list, the 100, the top 100 of the greatest 100 in history. Michael H. Hart, New York, of the Hart Publishing Company. And in that list of the most influential men, after giving the list of 100 names, he puts them in the order. And he puts Muhammad number one. The most influential man in history, according to Michael S. Hart, an American in America, publishing a book of 572 pages. He says, Muhammad is the most influential man in history. And his Lord and Savior, Jesus Christ, number three. His God and Savior, number three. And he gives reasons. Why does he put Jesus Christ, his God and Savior, number three? He said, you see, the honor for Christianity is to be shared between Paul and Jesus. Actually, Paul is the real founder of Christianity. This is it. يقول المؤرخون والعلماء لماذا لم يبدأ بولس دعوته إلا بعد عودته من زيارة بلاد العرب السعيدة كما هو ذكر. بولس قد ذكر هو بنفسه بأنه ذهب إلى بلاد العرب السعيدة. وتحديدا بولس عندما يتحدث يقول عندما يقول أنني ذهبت إلى بلاد العرب السعيدة هو يقصد تحديدا نجران. وكما رأينا بأن عيسى المسيح النبي العربي ولد فيها في سنة 272 قبل ميلاد يسوع المسيح. إذن يقول العلماء لابد أنه أي أن بولس وجد هناك أي في نجران معلومات هامة جدا ساعدته كثيرا في دعوته لعقيدة يسوع المسيح في كتابته للدين الجديد الذي هو أطلق عليه اسم العهد الجديد. بولس بنفسه أطلق على هذا الدين الجديد الذي كتبه العهد الجديد. فوجد في نجران ماذا وجد في نجران؟ وجد في نجران الركوك التي تكلم عنها هو. والركوك يا جماعة رق، والرق هو الجلد المكتوب عليه. والركوك في اللغة الفرنسية parchment, parchment بالإنجليزية، وهي الأوراق أو membrana التي تحدث بولس بنفسه عنها في الرسالة تحديدا التي أرسلها إلى الابن الحبيب تيموثاوس. تيموثاوس هذه اسم أو تسمية أو ترجمة سخيفة إلى اليونانية من الاسم العربي، والاسم العربي هو توما من توأم. أرسل بولس الرسالة إلى الابن الحبيب توما كما بيّنت، إذ يقول في هذه الرسالة بادر أن تجيء إلي سريعا، الرداء الذي تركته أحضره معك، متى جئت والكتب أيضا ولا سيما الركوك التي أحضرها من نجران. ولا سيما الركوك، هذه الرسالة كتبها بولس بنفسه إلى الابن الحبيب توما أو كما يقولون تيموثاوس. الآن هذه الركوك جلبها بولس من نجران. إذن يتضح من هذا أن بولس كان لديه ركوك مهمة اعتمد عليها واستند إليها في دعوته إلى يسوع، وهذه الركوك كانت مكتوبة طبعا بالأرامية العربية، تتكلم عن عيسى المسيح النبي العربي الذي جاء قبل يسوع المسيح. وهذا أكبر دليل ساطع وقاطع بأن عيسى المسيح النبي العربي كما قلت وجد قبل يسوع المسيح، لأن كما رأينا بولس أحضر معه هذه الركوك من نجران، وكانت رسائل تتكلم عن قصة حياة عيسى المسيح كنبي. كذلك وجد بعض المصادر التي تحدثت عن فرقة من النصارى الغلاة، من غلاة النصارى التي كانت تؤله أو نسبت الألوهية لعيسى، والتي ذكرت هذه القصة عن الغلاة من النصارى في القرآن الكريم، ذكرت في القرآن الكريم. يقول العلماء والمؤرخون وهذه المصادر اعتمد عليها بولس كمصدر أساسي لكتابة العهد الجديد. إذن بولس قد نسخ قصة حياة عيسى المسيح ونسبها زورا وبهتانا إلى يسوع المسيح، وهو يعترف
بذلك. كذلك هذه المصادر التي اعتمد عليها بولس كمصدر أساسي لكتابة العهد الجديد كان يوحنا وتوما ولوقا على علم بهذه المصادر. وكذلك يقول المؤرخون لابد أن هذه الركوك التي أحضرها بولس من نجران بقيت موجودة بعد بولس واستخدمت كمصادر أساسية لكتابة الأناجيل. وبولس كان مواطن روماني يعمل للأمبراطور الروماني وكان مترجم يتقن عدة لغات منها الأرامي العربي، بخلاف لوكا الذي كان يقول المؤرخون كان لوكا يوناني وثني. وبصراحة الأناجيل التي كتبت من بعد بولس بدءا بسنة 150 ميلادية لأنها قبل ذلك كانت شفوية، فأن أصحاب الأناجيل لم يتكلموا اللغة الأرامية، هم تحدثوا باليونانية لأنهم كانوا يونان. لنشاهد معا هذا الفيديو ثم نعود. In all of this, we're dealing with literature. We're not dealing with history. So the answer is no, there is no history to this character of Jesus. It's entirely a literary creation. And the penny dropped that Jesus as a human being never existed. ذكر ابن خلدون وكذلك الأمر الطبري وهذه موجود هنا. ابن خلدون والطبري بأن ابن خلدون ذكر في المجلد الثاني من كتابه المقدمة صفحة 199 والطبري في تاريخ الملوك صفحة 195 بأن كانت ولادة عيسى عليه السلام 65 سنة من غلب أي انتصار إسكندر على بابل. ونحن نعلم بأن إسكندر قد انتصر على دارا الملك الفارسي في بابل، مدينة بابل تحديدا في سنة 335. هي بدأت في سنة 335 المعركة وانتهت في سنة 333. لنرجع إلى قول ابن خلدون الطبري، يقول طبعا غير كذلك المؤرخين ذكروا غير ابن خلدون الطبري بأن كانت ولادة عيسى 65 سنة من انتصار إسكندر على بابل، أي إذا عملنا عملية حسابية سنة 335 ناقص 65 نحصل على الرقم 270. هنا 270 أو 335 ناقص 65 نحصل على الرقم 270، أي ولد عيسى في سنة 270 قبل ميلاد يسوع المسيح، أي بحوالي 3 قرون. ذلك الأمر ذكر الطبري أن الفرس يقولون الفرق بين يحيى، ويحيى بالمناسبة هو ابن خالد عيسى وهو أكبر من عيسى بحوالي 6 أشهر فقط. فذكر الطبري وغير الطبري أن الفرس تقول الفرق بين يحيى وإسكندر هو 51 سنة. إسكندر كما قلت مات في سنة 323. إن عملنا نفس العملية الحسابية فإننا نحصل 323 ناقص 51 نحصل على الرقم 272. 272 أو هنا 323 ناقص 51 نحصل على 272 كما نرى هنا في السطر الثاني. الآن لنعود عن التحدث عن ولادة عيسى. إذن ولد في سنة 270 أو في سنة 272 قبل ولادة يسوع المسيح. الآن كذلك الأمر يذكر الطبري في صفحة 195 أن ولد عيسى، لم يقل يسوع بالمناسبة، قال عيسى بعد بدء حكم ملوك الطوائف الفارسية، من بدء حكم ملوك الطوائف الفارسية
المعروفين بالأشكانيين أو الأشغانيين نسبة لأشك ابن دارا، ودارا هذا هو الذي قتله كما قلت إسكندر في معركة بابل. فولد بدء حكم ملوك الطوائف الفارسية بواحد وخمسين سنة. بعد 51 سنة ولد عيسى، يقول الطبري ويقول بأن هؤلاء الملوك كانوا ملوك الجبال، وقد وزع إسكندر المملكة بينهم قبل مماته، ومات في سنة 323. ثم بدأ حكم ملوك الطوائف الأشكانيين. كذلك الأمر، هو مات في سنة 323 ناقص 51، نحصل على نفس التاريخ 272. لنكمل، فكما قلت ولد عيسى في سنة 272 قبل ميلاد يسوع المسيح. الآن لنتكلم قليلا عن ملوك الأشكان أو الأشغان الفارسيين، كانوا فرس. أولهم أشك، وأشك حكم 10 سنين. ثم جاء بعده سابور أو شابور ابن أشكان، وسابور حكم 60 سنة. يقول المؤرخون ومنهم الطبري طبعا، وفي سنة 41، في سنة 41 من ملك سابور ابن أشكان ظهر عيسى عليه السلام، عيسى المسيح. أوكي، عملنا عملية حسابية مرة ثانية هنا، 323 ناقص 10 سنين حكمها أشك، ناقص 41 سنة حكمها سابور، نحصل على نفس الرقم 272. أو هنا سوف نرى 323 ناقص 10 من حكم أشك، ناقص 41 من حكم سابور، نحصل على 272. 272 ولد عيسى المسيح عليه السلام. وكذلك يقول المؤرخون ومنهم الطبري بأن الفرس وغير الفرس تخالف النصارى، بأن الزمن بين إسكندر ويحيى ليس 303 سنين، بل يقولون أن الفرق بين يحيى وإسكندر هو فقط 51 سنة. وكما قلت، يحيى ولد في نفس السنة التي ولد فيها عيسى، وكان أكبر من عيسى بحوالي 6 أشهر. نفس القصة. إذا أخذنا 300 هنا، السطر آخر سطر هنا، 323 ناقص 51، نحصل على 272. إذن هذه كلها أدلة بأن عيسى المسيح ولد قبل يسوع المسيح بحوالي 300 سنة. فعيسى عليه السلام ولد في القرن الثالث قبل الميلاد. فيقول ويل ديورنت في قصة الحضارة صفحة 245، يقول لقد بقيت فرقة من النصارى مدة 5 قرون، 500 سنة، يجمعون بين شريعة موسى، يقول، وزهد ورهبانية النصارى إلى القرن الثاني ميلادي، حيث حكمت عليهم الكنيسة الرومانية بالكفر وأخرجتهم من حظيرتها. في القرن الثاني أخرجتهم ميلادي، وهم استمروا 500 سنة، أصبح بدأوا أو عاشوا في القرن الثالث قبل ميلاد يسوع المسيح. يقول هشام بن محمد أن أنتيوخس ولد سنة 324 وحكم في من 281 إلى 261 قبل الميلاد. وأنتيوخس هو الذي بنى أنطاكيا في سنة 300 قبل الميلاد. هذا موجود في تفسير القرآن، كل تفسير القرآن موجود، كلام مفسري القرآن الطبري
عن ابن عباس، عن قتادة، عن سعيد، عن ابن بشار، وكذلك عن يزيد، عبد الرحمن، سفيان السودي، وعكرمة، وإسحاق، وسلمة، والنحاس، والقرطبي، وابن حميد، وبشر، و و و و و كلهم قالوا بأن عيسى وجد في زمن الملك أنتيوخيس. وكما قلت، الملك أنتيوخيس عاش في القرن الثالث قبل الميلاد، وهذا هو أنتيوخيس. ولد في سنة 324 وتوفي في سنة 260 قبل الميلاد، وهو ثاني ملوك الدولة السلوكية وابن سلوكس الأول. هذه صورة عنه. وكما قلت، الملك سلوكس الأول ولد سنة 358 ومات توفي في سنة 281، وكان قائد جيش الإسكندر. هذه صورة كذلك الأمر عنه، وهذا دليل ساطع قاطع بأن عيسى كان في القرن الثالث قبل الميلاد يسوع المسيح. إذن كان عيسى في زمن الملك أنتيوخس كما يقول المؤرخون والمفسري القرآن، في القرن الثالث قبل الميلاد، وليس في زمن أغسطس كما يزعم الرومان. لنشاهد معا هذا الفيديو ثم نعود. Can you think that Christianity is really paganism by a different name? Now it feels completely obvious. This is really important for our culture to understand where Christianity came from. And this is direct evidence. You can actually walk this path and come to this conclusion. You can know that Christianity was an invention of the Romans. It was done to pacify their subjects. And this is important because it gives us a different way of understanding government, how government operates, the tools that government uses, the purpose that government has for the various propaganda apparatus. I think it's a requirement of alert citizens to know how the Gospels were written, why they were written, who produced them, what was the purpose and back of all this. This is good citizenry. Everyone should be involved in this. Everyone should be looking at this, reading it, and coming and recognizing that this was where the Gospels originated. The Gospels came from the Flavian imperial court.